جهزونا يا شباب، يعني راح نسمع كلامه وبنعلق عليه. ابو ضفاف، الحديث التقليدي تكراره ممل. يعني انت مثلا، لو انت مثلا مسؤول نادي، مسؤول اي راح تعيد نفس الكلام ولا تقول له تعليق وخلاص؟ اي لا، انا تمنيت انك تسالني السؤال. لو انا مسؤول نادي لن اصرح. يعني انا بسالك سؤال، ايش تتوقع انت كمذيع اني بقول لك؟ ابى اقول هذه قرعه وعلينا نتقبلها، والفريق اللي بيصل لكاس ويحقق بطوله علينا يتجاوز كل الفرق. قلت لك اياها شبيهه بتصريح قبل المباراه. يعني من هو المدرب او الاداري اللي قبل المباراه يقول سنخسر او لاعبين غير جاهزين او يعني كلها كلام استهلاكي؟ انا ضد التصريحات اللي تحدث قبل الحدث، لانه ما في شيء، ما في حدث. تتكلم عن ايش؟ طب بعد الحدث لو التصريح في اعلان تحدي، يعني اوكي هذه قرعتنا، راح نلعب مع الفريق الفلاني، انا اقول الفريق الفلاني سنكسب المباراه وكذا وكذا، يعني نوع من انواع التحدي، هذا ممكن يكون افضل من هذا. اثاره لكن بالاخير غير مقبوله، لانه هو لا يملك ان يحقق زي ما قال زميل صالح، هي احلام. لكن للاثاره الاعلاميه نعم، انا اقول لك انه انا ضد الكلام قبل الحدث، بعد الحدث نعم. لانه لكن حتى التحدي انا اختلف، انا اعتقد انه المفروض ما يصرح لسبب بسيط، لأنه احتمالية الفوز والهزيمة واضحة. لو أنا ما تحديت يتعاملوا مع الأمر فوز وهزيمة. لكن تخيل لو تحديت، لو أنا تحديت حكون عرضة للسخرية دائما في هذه في هذا، يعني تعرف. طب شلون يحفز المناصرين والمحبين في غرفهم؟ في غرفهم نعم. المناصرين تكلموا الجمهور، شلون يحفزهم للدعم؟ يعني أعطينا وسيلة. يعني مثلا التصريحات أنه سنحاول لكننا نعتمد كثيرا على جماهيرنا وقوفه معنا في المباراة، هذا بس يعني. وهذا ارجع اقول السطر الاهم. انا حقيقه لدي، انا بخليك. طب جاهز يا شباب المادة ولا لا؟ طيب تكلم ابراهيم عن الموضوع، لين جهزوا لنا الشباب الله يديهم اليوم مرتاحين شوي. طبعا القضية، انا حقيقة شفت الاسطول اللي غسلوا البيالات فيها طبعا أنا ما ألومهم في هذه الحركة، ما ألومه ليه؟ لأنه الإنسان عرضة للخطأ. فتخيل أنك أنت يعني تحب البر كثير، يعني ترى اللي شفناه إحنا أعتقد أنه إحنا نسويه كلنا في البر. ليه؟ لأنه لما تطلع البر، يعني أنا أذكر آخر مرة يمكن من 3 سنوات رحت مع أقربائي لجهة الصمان، وهذا طبعا هناك ما في مويه، وعشان تحافظ على المويه فتجد في الخيمه محطوط السطل اعاده استخدام، السطل اللي تغسله لين تشوف شكله صار سيء علي تغيره. ليه؟ لانه لديك ازمه مياه، انت تبي تحافظ على المياه بقدر المستطاع. فربما رئيس النادي يحب الرحلات كثير، ففهمت علي، اختلطت عليه الامور بين المدرج فهمت وبين البر. لا انا اللي بقوله انت كيفك في خيمك يعني براحتك. لا بس ما تبيع نيايه. يعني هي وش القضيه؟ انه في النهايه علينا ان لا نحاول، يعني علينا ان لا نحاول ان نزيف ونوهم الناس انه هذا ما حدث، وانه انتم طيب. عميان ما انتم شايفين. يا اخي يطلع يقول يا اخي انا دائما اطلع البر وغلط، انا اسف وعدكم ما تكرر. طب خلينا نسمع التصريح عشان نعلق. جهزوا لنا التصريح، اعطونا اياه. في قضية تقريبا قبل أسبوع في آخر مباراة للشعلي على أرضه، كان عندنا في البرنامج عرضنا صور كان فيها تقريبا الشاهي وبطريقة بدائية وظهرت الصورة، هذه أسبابها ليش؟ والله هو شيء يمكن الصور غير، يعني يمكن اللي شفتوها الصور غير صحيحة. حنا أول شيء النادي ما في رعاه. غير صحيحة كيف؟ ما فهمت. يعني غير ما هي موجوده هذه في الملعب اللي عرضناها؟ موجوده، لكن انت بتقول الاسطول هذه فيها الشاهي وما فيها الشاهي، هذا غير صحيح. احنا اول شيء النادي لا عدم وجود راعي. البوفية النادي ما في راعي، ما في اكشاك. احنا هذه الاسطول، حنا زمزميات الشاهي والقهوه تيجي جاهزه على طول لنا للنادي، لاداره النادي وللضيوف. كيف ان احنا اصلا ما نسمح لانفسنا قبل غيرنا يسمع بال، هذه للجمهور مو للضيوف ولاداره النادي. الاشياء هذه الطريقه البدائيه لتحضير الشاهي كانت للجمهور مو للاداره فهمت ايش قصدي؟ انك تقصد
للضيوف والضيوف المنصة. الصورة اللي انتشرت كانت للجمهور للمدرج. أنت ما عندكم علم في هذا الشيء ممكن، لكن أنت عندك علم يعني تعليقك. والله يا أخي أنا ما أشوف أنها يعني يمكن الصور جدكم يمكن ما حد مغرض أو شيء، لكن هذه حنا النادي هذه سياسة يعني من زمان، يعني أنت عارف الموية حارة واللبتون يعني هذه أشياء كلها مو بحنا نسوي كلها أندية تسويها، لكن بالنسبة للضيوف في المنصة حنا نجيب ترامس الشاي والقهوة وتيجي جاهز للضيوف، يعني حنا أول ناس نشرب، احنا أصلا لو شفنا فيها لا سمح الله شيء حنا ما نرضى لأنفسنا قبل نرضى لغيرنا يا أخي. طيب أنا أنت أكيد أنك فهمت قصتي، هي أنت قلت لي غير صحيح الصورة، هي غير صحيح أنها للضيوف والإدارة أوكي، لكن هي للجمهور ممكن هذا الشيء أنه مو تحت إشرافكم صحيح؟ إذا مو تحت إشرافكم ممكن تطلع المسؤولية منكم، هذا القصد. والله مو بكل شيء بعد في النادي بيصير تحت إشرافنا، احنا في مكتب رعاية الشباب، يعني مو بالنادي يتحمل كلش، في شيء في جهة مسؤولة اسمه مكتب رعاية الشباب الخرج، برضه هو جهة يشترك معنا في المسؤولية، يمكن بعد من المكتب يمكن من الله أعلم، لكن أنا أقول لك في جهة ثانية مشتركة اللي هي المكتب رعاية الشباب الخرج. التوفيق لك أستاذ عبد الرحمن وشاكر لك جدا على سعة صدرك. الله يعطيكم العافية واتمنى إن شاء الله أن الفريق يفوز يوم الخميس القادم، وندعو جمهور الشعلات يوم الخميس العصر إن شاء الله نتملى الملعب عشان ترفع منوت اللعيبة ونقدم 3 نقاط لهم هدية، عشان لأنها 3 ب6 نقاط مية ب3 لأنك تفوز وتوقف منافسك، هذا ما نسعى له إن شاء الله. معلش أنا قطعتك أبو إبراهيم، إذا تحب تعلق. يعني هي تكملة، لاحظ كل الكلام هذا طلع متناقض، ورط نفسه بتناقضات، في البداية قال هذه صور مو حقيقية ومو هذا، بعدين شوي قال إنه ما في راعي، قصده يمكن ما في عامل راعي، واشتخر راعي يعني تخيل تتوقع راعي عشان السطل. كل هذه التناقضات من المفترض أنه نقول والله يا أخي نعتذر، ظروفنا صعبة، ظروفنا الاقتصادية صعبة، لا نستطيع أن نوظف عامل، وليس لدينا أموال، أنا أعتذر على هذه، لكن هذه ظروفنا، الموية مقطوعة. طب ليش ما قال كذا؟ قال له يقول الموية مقطوعة، آسفين الموية مقطوعة. طب ليش ما قال كذا توقع؟ ما هي المشكلة أنه ثقافة الاعتذار، نحن حقيقة للأمانة أغلبنا يعني حتى على مستوى البيت والمدرسة لم نتربى على ثقافة الاعتذار، ونتربى عليها أنه الكبير يعتذر للصغير، الأب والأم يعتذر للابن، المدرس إذا أخطأ يعتذر فيتعلم الجيل ثقافة الاعتذار، أني لما أخطئ أعتذر، يتعلم نقد الذات. لازم شديد كل المحاولات يعني يقول لك مو صحيحة وما عندنا راعي. طيب يعني صحيحة ولا ما عندك راعي؟ أبو ضيفان بس خليني أعلق على نقطة بسيطة قالت زي مصالح، يمكن ما هي ثقافة الاعتذار، قبل الاعتذار ثقافة الاعتراف بالخطأ يمكن تنقصنا بأمانة، يعني ما عندنا شجاعة الاعتراف بالخطأ، وكل هذا الكلام اللي قاعد يدور الآن لأننا نفتقد ثقافة الشجاعة الاعتراف بالخطأ. هو لو قال هو كلمة أنه ما عندنا راعي يقصد أنه ما في راعي يتولى عملية بيع اللي هو جزء من بيئة الملاعب، ربما هذا اللي بس ما عرف هو يوصل العبارة فيها. لو تلاحظ في نهاية الكلام هو كل الكلام كان يقول أنه كأنه يخلي المسؤولية، بس آخر كلام مش قال؟ قال إذا في مسؤولية ما تحملها الحال نتحملها معنا مين؟ مكتب رعاية الشباب. إذن الآن رجع هو كأنه يقول أنه في شركة لنا في تحمل المسؤولية، إذن هناك إيش؟ خطأ. عموما شوف هي كلها تعكس بيئة الملاعب اللي بالفعل هي سيئة، وأنا أعتقد أنه الخلل ما هو في كيف تباع، الخلل في المستهلك اللي يقبل أنه يشرب من هذا الشاهي، لأنه هو قال بالأخ زميل محمد أنه للجمهور، المشتري إذا اشترى هو يشجع على استمرار بالضبط، ولكن لو تقاطع، والدليل أنت لو تعود إلى كثير من السلع اللي قطعت في فترة من الفترات لسبب ارتفاع الأسعار أو حاجة، عندما كان المستهلك يحمل من الوعي ما يكفي وقاطع السلع هذه خفضت الأسعار. لو الجماهير هذه لديها من الوعي الكافي بديل كان، لا لا مو شرط، يعني وانت ما اخذت شاهي في الملعب انتهت الامور، انت في الملعب بالنهايه لا تحتاج الى شاهي. بما اننا قديمين ساعد كبار في السن، تذكر ملعب الملز؟ تكلم عن نفسك. طيب تذكر ملعب الملز لما كانوا يحطوا حتى في الثلج اللي يحطوه في نفس يسحبوا من مداخيل الانديه، نعم، من الجماهير انه 5000 ثلج، ما ادري ايش 5000 ثلج الواح ثلج لانه ما كان في كهرباء،
طبعا نعم. تروح تشرب المويه، مويه حاره جدا حقيقه، مويه تعرف الرياض وصيف وهذا نعم. مبسط خزان حديد او الومنيوم وشمس تضرب فيه، تدي العصر تبي تشرب مويه، ايام كان البريات العصر طبعا حتى يقولوا 5000 بس برضو حار، 5000 ثلج، ومع هذا تشرب مويه ليه؟ طيب ما في بديل، وش اسوي؟ يعني لما ما يكون عندك بديل، انا دائما متى احمل المسؤوليه للمستهلك؟ لما يكون عندك بديل، لكن لما ما يكون عندك بديل بس معليش انا ما عندي خيارات اخرى. صالح المستهلك اسمح لي، فكنا نشرب المويه انت تلوم واحيانا نصبها في كاس ونحط نفط. لا لا بس في فرق بين صالح سلعه كماليه وسلعه ضروريه. الماء سلعه ضروريه، الشاهي ما هو سلعه ضروريه، الشاهي سلعه كماليه، بالتالي ما هو شرط وجود بديل للشاهي. يعني انت كمتفرج ملعب نعم تحتاج ماء ولكن لا تحتاج شاهي. انا ارجع واقول لك لو هذا اسمح لي، لو هذه الجماهير اللي في ملعب الشعلة قاطعت هذا السطل، تاكد بعد يومين ثلاث ايام ستجد احدث الالات اللي تبيع الشاهي والنسكافيه. لا ممكن تقطع المدرج، يعني انت شنو وديك اصلا اذا ما في مويه؟ لانه إيه شنو وديك اصلا يعني حسب الانظمه الان، انت حتى لو جبت مويه صحه معك ودخلت ها لازم مفتوح ال لا لا لو دخلت بمويه الصحه أيوة. ياخذوها طيب. منك اقول لك او تكون مفتوحه بدون غطاء بنروح الفاصل احنا نقول لهم يعني الناس يعني هي عموما كلها تدور حول الملعب نعم. اذا المساله كلها يعني اذا اللي هي بيئه ملاعب حمام على اكل على شرب هذه احدى العناوين للمرشحين سنوفر سطول للانديه مقصر